السادس من مارس لعام 2020، 3916 حالة إصابة بفيروس كورونا في دولة إيطاليا، 197 حالة وفاة و523 حالة شفاء من المرض. كانت هذه آخر الأرقام التي أدلت بها وزارة الصحة الإيطالية على موقعها الرسمي عقب انتهاء مؤتمرها الصحفي والتي تقيم يوميا في السادسة مساء. وقد نوهت وزارة الصحة الإيطالية من قبل أن الأرقام سوف تكون يوميا في السادسة مساء ولا يوجد أي أرقام خلاف ذلك، وأنها هي المصدر الوحيد لإصدار الأرقام الصحيحة. بالنسبة لل 3916 حالة إصابة بالفيروس، منهم 1060 حالة بيتم علاجهم في المنازل، و 2394 حالة بيتم علاجهم في المستشفيات، و 462 حالة بيتم لهم العلاج المكثف. وكانت هذه آخر أرقام التي أدلت بها وزارة الصحة لليوم السادس من مارس لعام 2020. قبل أن نستكمل أخبارنا، بحب أقدم رسالة أبو عمر زين. الأخ أبو عمر زين أرسل برسالة على صفحة الغربة وطن، بيقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة المحترمين وأولاد الأصول الذين يعيشون على أرض وطننا الثاني إيطاليا. إيطاليا لها علينا أفضال كثيرة، واليوم وجب علينا أن نشاركهم الأزمة بمواجهة فيروس كورونا بطريقة سهلة وبسيطة. وقت فرغنا كل واحد يشتري زجاجة كحول وكارتة ونركب المواصلات، نطهر المواسير والأبواب حتى لو مش فاضي، وانت راكب المواصلات ورايح شغلك اعملها. وأتمنى أن نكون إيجابيين ونحسن صورة الأجانب بشكل عام وصورة العرب بشكل خاص التي أفسدها البعض. طبعا كل التحية للأخ أبو عمر زين، وبنحترم طبعا جدا رسالته، و بنقول لأي حد ممكن يشارك بأي فكرة ياريت ان هو يقولها لنا، لأن احنا بالفعل يجب علينا الوقوف بجانب الدولة الإيطالية والشعب الإيطالي في مواجهة هذه الأزمة. وممكن يكون أزمة فيروس كورونا أثبتت لنا كلنا ان احنا لسنا مجرد أجانب ولكننا جزء من هذا الوطن. ومن الأخبار الأخرى، أمس في الخامس من مارس قام رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا بحوار مصور، قال فيه أن إيطاليا تمر بمرحلة شديدة الصعوبة وتواجهها بكل وضوح وشفافية وبتوفير كل المعلومات المتكاملة إلى الرأي العام. وعبر رسالة الفيديو التي وجهها الرئيس ماتاريلا إلى الشعب الإيطالي، قال فيها أن يتطلب إحساس الجميع بالمسؤولية وأن نتجنب بشكل مطلق حالات القلق غير المبررة والتي غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية. أشار ماتاريلا أن الحكومة وضعت سلسلة من متطلبات السلوك اليومي، وشدد ودعا الجميع إلى مراعاة هذه المتطلبات بعناية حتى لو غيرت بعض أنماط الحياة، وتوجه بالشكر إلى مواطنين المنطقة أو المناطق الحمراء، البلدات الإحدى عشرة في مقاطعتي لومبارديا وفينيتو، بؤر التفشي عدوى الفيروس والمعزولة عن باقي البلاد. وقال أنهم قدموا تضحيات كثيرة وتحملوا على عاتقهم الكثير باحترام معايير السلوك لعدم تفشي الفيروس. أيضا كان هناك خبر من جريدة الفاتو كوتيديانو أن سائق في إنجلترا رفض 4 ركاب إيطاليين بسبب أنهم إيطاليين، وقال لهم أنه يخاف على نفسه. وقام الإيطاليون بتصوير المحادثة كاملة بينهم وبين السائق وأرسلوها إلى جريدة الفاتو كوتيديانو. أيضا إنجلترا فرضت عزل صحي لكل من يصل من إيطاليا إلى إنجلترا، عليه العزل الصحي قد يصل إلى مدة أسبوعين. ووزير الخارجية والتعاون الدولي دي مايو أثناء الاجتماع الاستثنائي في زغرب قال: لن نقبل أي تمييز بحق إيطاليا أوروبيا. وقال أيضا أن وضع فيروس كورونا ما زال تحت السيطرة.
من الأخبار أيضا أن برلسكوني وزير رئيس الوزراء الأسبق برلسكوني أمره الأطباء بالبقاء بمكان آمن بعيد عن انتشار فيروس الكورونا، وبرلسكوني يوجد حاليا مع ابنته مارينا في فرنسا. كانت هذه كل الأخبار، وشكرا للمتابعة.